فاتنا. من الرجال شبح لا لي لا الرجال شبح لي بعينك كذا، من هو؟ قلت بس الرجال يوم قال عاد عاد فيني عاد فيني بيتين ذا الحين وبيقولها ثم انبطوش، لو انا لا طشت خميت باللي معي. هذا وحدنا، هذه سالفه مبطيه. انا ايش فيني بصحت هذه سالفه مبطيه. ما نعطيكم اياها كلها لانها ما تصلح انها تقال كلها. بعطيكم يا طويل العمر لانها على وقت هذه سالفه ما نعطيك اياها لا لانها على وقت الجهل، عرفت كيف؟ على وقت الجهل. محمد بن هادي بن قرمله الله يغفر له ويرحمه. الله يرحمه ونعم. ما عليك زود. امير الجحادر انا ذاك. صارت حية يا طويل العمر. المهم وارسل واحد من الروك. يقول على ذلول ان اللي تقطعه الجيش. الركبان يقطعونه في 24 ليل تقطعه في 12 ليل. وسندها يا طويل العمر على امير الهواجر. قال سندها اعطاه ثلاث ابيات. قال غنى الابيات واذا جيت عند واذا جيت عند منزاله يا طويل العمر خذ لك دوره وصح ثم خذ الدوره الثانيه وارمى بعمامتك والدوره الثالثه يا طويل العمر فبرك يا طويل العمر انت سمعت وزهم الرجال. الو لا بس الو لا تصير ايه يقول خذ دوره وصح وزهم الرجال وغنى الابيات والثانيه والثالثه فرمى عمامتك يا طويل العمر وبرك عند الرجال ازهمه. لكن انتبه لا تقرب منه ان زهمته. لانك اذا قربت منه وزهمته الرجال اذا طاش يضربك باللي معه. خليك بعيد. الله يجيل. لا 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 زهمته وانت قريب منه ولا ذا خلاص ما عاد يشوف. عادي خطر اني خمك. الله يغفر له ويرحمه، الله يغفر له ويرحمه. لا 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 اللي توفى في اليمن. عرفته يا ريجيل من اللي طلع له مقطع يا طول عمر عنده ضيفه عشاء وجوه اثنين يا طول عمر وردوا عليه ضيفان. قام واحد منهم قال تكفى تكفى يا ابن يا رجل اسمه في بالي ابن فلان اسم معروف الرجال معروف الله يغفر له ويرحمه. ها قال تكفى يا ابن فلان انا اخوي في السجن مدري ويش وانا ابيك تفزع له. قال ابشر بالسعد. قال تكفى يوم قال تكفى رياجيل وهو يجيه طويل العمر يقرب من عندهم واقفين فيجيه يقرب من عنده ويمسكه منه يا رياجيل من يقول يمسكه منه ويرفعه. قال ابشر بالسعد وانا اخو فلانه ابشر بالسعد. قال رجع عقب العشاء عقب العشاء عقب العشاء طاش طشون الرياجيل وانا ابن ابوي وتوفى الله يغفر له ويرحمه. الحين يجيك بارد ها لو يطلبك ما يطلبك تلقاه بارد جالس. لا لا والله الله فيه لا والله في رياجيل انا اقول لك في رياجيل وفي بعضهم في 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 هذاك مطلوب ولا شيء تلقاه حتى ويا زينها لقيت ردة فعل بارد. اسمع ويا زينها لقيت هذه موجوده سواء في عمل سواء صح في شف والطلبه ابو نفال عنده كلام ابو نفال عنده كلام انا بخليك تروح بالكلام بس والطلبه اللي ويا زينها لقيتها طول عمر الطلبه اللي في موجوبها اللي ما هي بتضر مسلم انت سمعت ولا هي بتضرك انت ولا هي بتضر الرجال ولا قدها في شيء ينفع ما هو بشيء يضر. هذا والله الطلبة اللي تقوم فيها منها تكسب جماله ومنها اجر عند الله سبحانه وتعالى. هذه فهد يقول فيها رياجيل الحين ما عادي يطيشون. لا قلت كذا إيه انا اعرف لك ما اعرف انا يعني اسمع انت تعرف بس ودك تسمع يمكن مريت يمكن انتم مريتوا لا جيت عند رجال وقلت له يا فلان انا ابي الفعل حاجه فلانيه تبغى مثلا يسعى معك تبغى مثلا يسوي لك الامر هذا. بعضهم تلقاه في صدر المجلس يدق صدره عندي وانا اخو فلان ابشر والله باللي مدري ويش علوم من كبار الجبال ولا تاخذ منه شيء. بعضهم تلقاه تجيه تكلمه تكفى ومن هالكلام حتى من دون ما تقول تكفى تطلب هالطلب اللي انت تبغاه وتلقاه ما يطيش يعني ما يقول اه ويسوي زحمه لا تلقاه هادي استرح واللي تبغاه بيصير وينفذ لك شغلك ويسوي لك شغلك اللي تبيه زي شربة الماء ولا جلست عنده تحس انه ما الدعوه ما هي على الكلام. لا فهد ما بيقصد اللي ما يطيش هذا يقصد اللي ما يتحرك في شيء يعني عادي وكانك إيه. بس انا اقول فهد الحين انا مقصدي من الكلام فهد لو جاء عند رجال وقال له تكفى وقال ابشر بس سعد من هالكلام اجلس اه ان قلت تكفى انفزع لك لكن إيه امور ثانيه. انا اقول لك فيه ناس انا من الاشخاص جيت لي عند ناس وعند عالم طلبتهم في مواضيع وكلمتهم في مواضيع طبيعي جدا تسرع ولا صار منها ولا شيء وفيه ناس
والله انه على طول تكلمه كلمه وش اللي في خاطرك. لا ما في دقيقه ما يصير في شيء يضرب صدره ويقفي ولا لا بالعكس هذا اللي ودك هذا اللي ودك انك تحطه بين عينك تقفل فيه اللي يدري عن مطلوبك بدون ما تقول له يعرف هذا الصح من نظره من نظرتك ويعرف من يومك تقوم من المجلس تروح ولا تعرفك هذا بس الحين انا ما عندي مشكله يضرب صدره وبيحاول واذا ما قدر بعد ما في خير ما فيني خير اذا ما عذرته اي شوف لكن بعضهم لا انا صرت اؤمن ان الكلام كل اللي يقدر يتكلم كلام السعوات اقدر بيبل. اقدر الحين اسوي لك اللي انا اللي اقدر احلل لك امور الدنيا كلها صادق اي في بعضهم لا والله ابشر بسعه وخلك واقع يا اخوي اذا كان ما عندك شيء ما تقدر تسوي شيء الرجل عذار ايه بي ابشر بس عدل بيناقف معك لكن ان شاء الله باذن الله اللي في يدين الرجل واللي اللي ما نقدر اللي في يدين فابشره في يدين الرجل ما اقدر اتكفل فيه ايه لكن بنسعى معك اي لكن بعضهم في بعضهم والله انه يقول ويطول إيه انا مريت على رجيل وكلمتهم في اخر الدقائق وممكن حصل لي مواقف قريبه جدا رفعت التليفون على الرجال ابالي لازم رجال الله يسعده ويوفقه امين اي والله عبالي لازم وانا دقيت على قبله على يمكن حوالي 6 لكن سبحان الله اللي طراه في بالي وانا ارفع التليفون عليه رجال مرحباني رجال وش تقول فيه كوه اي والله وانا ارفع التليفون عليه يا ابو فلان العلم كيت 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 قال ازهل ارقد وهم والله الربع اني يمكن اخذيت تقريبا حوالي 6 ساعات انا سعب الموضوع وكلمت الرجال واجد والله ومر بالرجال هو اللي يقدر لزومك والرجال هذا ومدري كيف جاء في بالي انا شف بالي من خير ثر الله جاء في بالي قلت خليني ارفع على التليفون الرجال ترى على فكره مو صاحب لا تحسبه صاحب منصب ولا صاحب انه مرتفع ادمي طبيعي جدا عادي لكنه رجال ما شاء الله عليه يملك اصحاب المناصب ولهم منطقها الطيب يعرف الرجال ورجال واصل ويعرف العالم وادق عليه وانا من عقب ما قفلت ما اخذت تقريبا ساعه الا موضوعي كله جاهز خالص في ساعه واحده فانا اقول لك الكلام ترى مو تدري ايش اكثر شيء انا احبه؟ لا ما جابتني عقب العشاء شوي ودق علي فهد المطيري ابو لامس يقول بالخير الله حيك كيف الحال؟ تعرف واحد في المطار وش لزومك؟ والله طول عمر لا 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 عندي بس المشكله في البوردنج عرفت كيف كذا كذا وبي احد يتابع لي اياها ولا ينجزها ولا ذا ابشر هذا الخشم شوي يا احبه للمطارات ابن هيف ها؟ اقول احبه للمطارات هو الطريق للحريه هو الطريق المؤدي الى المطار شفت؟ شوي قفل سماعه دق على بنفال وبنفال يا طول العمر شغال في الخطوط الفلانيه مثلا عرفت كيف؟ سواء منصب ولا سوبرفايزر ولا عادي على الكاونتر ولا بنفال مش تبغى خير الله حيك مداوم الله الله يا ابو نايف انا رايح الدوام الحين ماخذ قهوتي من المكان الفلاني طالع شفت كني خابرها واخرتها واخرتها تطير الطيارة احنا ما جمعنا دق عليه دق عليه كحلان رفيق اللي عزيز وغالي وان خدمتك انك خادمني ابشر والله بالسعد يا ابو نايف وش اللي تبيه عندك كذا كذا خلاص خليه يرسل لي بس رقم الحجز بيض الله وجهك ارسل لك واتساب انا ابو خليفه ارسل رقم الحجز شوي احولها على ابو نفال ما ياخذ 20 دقيقه اي اول ما احول على ابو نفال ايش يقول ابو نفال عطني 30 دقيقه ويجيك خبر بعد 25 دقيقه راسل لي البوردنج انت سمعت ومعلق على صوره البوردنج كذا حاط رد عشان يحط الكلام انه يتعلق بالبوردنج هذا ابو نايف هذا البوردنج جاهز خليه يروح لفلان بن فلان بخلصه شوي ارسل لك انا روح لفلان بن فلان يزين هزينه طيب بس انت تجملت معي ولا تجملت طيب مع الرجال ذا في موضوع متعلق بالمطار طيب بعد طيب دقيقه الحين يوم من بعض الناس تجلس قبل رحلته بساعه تنتظر انت صح؟ صح التكتاب هنا